زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، كما في الرواية عن الإمام الجواد عليه السلام أنه قال: من زار الحسين ليلة 23 من شهر رمضان صافحه روح 24,000 نبي كلهم يستأذن الله في زيارة الحسين في تلك الليلة. وكما في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا كان ليلة القدر نادى مناد من السماء السابعة من بطنان العرش أن الله عز وجل قد غفر لمن أتى قبر الحسين، وهو الذي قد قال: من زارني زرته. فالحسين نذكره في كل مناسبة، وهذه الليلة على وجه الخصوص إذا نحن أبدينا كرما فلنثق بأن الحسين هو أكرم منا، يزورنا ويأتي إلينا. وفي أصعب اللحظات وين؟ حينما ينزل المؤمن في قبره، ظلمة ذلك القبر، وهو إذا به يرى نورا يشع ويضيء ظلام قبره، يشوف شخص جاي إليه داخل قبره. الله شقد قلبك رحيم سيدي أبا عبد الله، ما تخلينا حتى في تلك اللحظات الصعبة. لكن إذا تتأمل شلون بنشوف الحسين، إحنا على أي حالة، على أي حال راح ننظر إلى الحسين؟ سوف نراه جسدا بلا رأس، جسده ملؤه الجراحات. الله يا أبا عبد الله، هذا حالك وأنت ما خليت المؤمن جاي تزوره، يلتفت المؤمن إليه يقول: من تكون يا صاحب هالأنوار المضية، يا قل ما تعرفني غريب الغاضرية. علامات علامات أنا عندي يعرفوني بهالمؤمنين، ما تشوفني بلا راس ومن نحر أحاكي، ما انت اللي في الماتم تنادي ويلي عليك، تبجي على مصابي يا شيعي شلون أخليك، ولأجلي يا شيعي لابس ثياب الرزية. لكن أنا أسألك يا مؤمن، أنت بعزة وجلال أهلك على التابوت شالوك، مغسل مكفن وحفروا لك وراك، لو من بعد موتك على التربان خلوك مثل 3 أيام بالغبرة رمي. وانا اللي مثلي بالخلايق ما حد صايب، كم شاب شفته معفرين فوق التراب، وتفطر قلبي وراسي من الحزن شاب، وذبحت رجالي في طفوف الغاضري، ما حد تلوع في الخلايق مثل لوعي، أنا الشهيد اللي ذبح بصدري رضيعي،
كل ما جذب وان جرت مني دموعي عطشان ضامي يجذب الون خفي فت مهجتي شعير ضيعي ذاب حينه يفحص على صدري وفجع قلبي بوانين بعيني نظرت بسهمنا حرم طوقينا وبالغاضرية انصبيت بسهام المني ما عرفتني يا مؤمن إذا كل هذه العلامات ما أوصلتك لي أنا بعد أعطيك علامات أخرى. سيدي أبا عبد الله وصف حالك. قال أنا الشهيد بكربلاء المذبوح عطشان وأنا اللي صارت جثتي للخيل مدى رضى وعظامي وعلقا وراسي على أسنان وبنارهم حرقا وخدور الهاشمي حسين حسين حبيبي يا حسين السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن الصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على الأذى في جنبه محتسبا حتى أتاك اليقين أشهد أن الذين خالفوك وحاربوك والذين خذلوك والذين قتلوك ملعونون على لسان النبي الأمي وقد خاب من افترى لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وضاعف عليهم العذاب الأليم أتيتك يا مولاي يا ابن رسول الله زائرا عارفا بحقك مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك مستبصرا بالهدى الذي أنت عليه عارفا بضلالة من خالفك فاشفع لي عند ربك السلام عليك يا حجة الله في أرضه وسمائه صلى الله على روحك الطيب وجسدك الطاهر وعليك السلام يا مولاي ورحمة الله وبركاته زيارة علي بن الحسين السلام عليك يا مولاي وابن مولاي ورحمة الله وبركاته لعن الله من ظلمك ولعن الله من قتلك وضاعف عليهم العذاب
العذاب الأليم. زيارة الشهداء. السلام عليكم أيها الصديقون، السلام عليكم أيها الشهداء الصابرون، أشهد أنكم جاهدتم في سبيل الله وصبرتم على الأذى في جنب الله ونصحتم لله ولرسوله حتى أتاكم اليقين. أشهد أنكم أحياء عند ربكم ترزقون، فجزاكم الله عن الإسلام وأهله أفضل جزاء المحسنين، وجمع بيننا وبينكم في محل النعيم. زيارة العباس بن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله، أشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وألحقهم بدرك الجحيم، آمين رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد يا رب الحسين، اشف صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم كن لوليك الحجتين.